باب بيان شيء من أنواع السحر. طيب، السحر ده أنواع، ذكر المصنف هنا بعض النصوص وفي بعض هذه النصوص ضعف. طيب، لكن هناك أنواع للسحر، في سحر عطف، وفي سحر ده من أثره صرف، وفي سحر يستخدم فيه الشياطين عن طريق تلك العقد إلى آخره، وفي سحر بيان، وده على قسمين يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. طيب، قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطير من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبد قال الحسن رنة الشيطان. قال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود. إن العيافة والطرق والطير الشرك. العيافة زجر الطير، بفكوا الطير بيزجروه، ده من السحر. ومرات بسببه يسافروا ولا يخلوا سفرهم، الطيرة مشت لليمن يسافروا، مشت على جهة الشام أو الشمال يخلوا السفر، يقولوا ده سفر مشؤوم إلى آخره. والطرق الخط في الأرض، وده الليلة فيه، الليلة فيه تلقاه وتسمعه، وسمعنا بآذاننا في هذه البلاد. يقول لك والله ده عنده وجع ضرس، مشى لفقيه، الفقيه ده جاب له خيوط ورمى في الرملة اشتغل كذا، وفي النهاية جر الخيط، والله يقول لك ده ضرسه من خشمه قلع طق، يعني ده من الرملة جابه كذا، جابوا بشير ببلوتوز عليهم ربه، والله الذي لا إله غيره، من الواطاء. وداك طوالي مرق، وده دكاترة بيقروا 4-5 سنوات يقروا في الأسنان، تعبانين ليه؟ ما يجيبوا له الرملة، البلد ناقصة ما فيها رملة، رملة أنواع وأشكال في البلد، ظهر حمرة وتلقى بيضة، وديك بتاعت النيل الأبيض لونها براو، وجنب البحر براو، بتاعت جزيرة براو. معقولة يا أخي؟ 5 سنوات بتقرأ في ضرس ده بس بخيط، وبهنا بأشياء بصير من الضرس، وده تعبان سوسة، والسوسة أنواع، واللسة وكذي وما بعرف. أقول يا والطيرة التشاؤم، الطيرة تشاؤم، ده قال لك من الجبد أي من السحر، كلها من أنواع السحر. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد اقتباسا زاد في السحر وفي الشر. رواه أبو داود وإسناده صحيح. اقتبس أي أخذ وأتى، وشعبة أي جزء من النجوم، من علم النجوم، من علم النجوم. لأن يا جماعة النجوم دي عندها 3 أشياء، 3 فوائد: زينة للسماء، والفائدة الثانية ترجم الشياطين، والفائدة الثالثة يهتدى بها في الليل في السير. بس دي فوائد النجوم 3: زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وبترجم الشياطين، وحفظا من كل شيطان مارد. وبعدين الله قال: وعلامات وبالنجم هم شنو يهتدون، ديك في الصافات ودي في النحل، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يقول لك النجمة الفلانية وكذا بعرف نبات طريق يمشي. بس دي فوائد النجوم 3. ده اللي يقولوا في علم للنجوم، يعاين للنجوم يقول لك بيحصل كذا، يعاين للنجوم يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا.
قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، كلما زاد علما في هذا العلم الشر فقد زاد في شره وفي سحره. وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ده ضعيف إلا نهاية الحديث صحيحة. ومن سحر فقد أشرك، لكن معناه صحيح، لأنه الله قال في القرآن ومن شر النفاثات شنو في العقد. فمن عادة السحرة أنهم ينفثون في هذه العقد. ومن سحر فقد أشرك، هذه ثابتة في القرآن كما ذكرنا في النصوص التي في الباب السابق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقبلها وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بقية الحديث آخر الحديث صححه الألباني آخر الحديث، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه. فإذا تعلقت شيئا وكلت إليه، وهذا الشيء لا شك أن تعليقه من الضعف ومن الشرك، وإذا وكلت إلى الضعيف فأنت ضعيف وإلى ضعف. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة، العضة عفوا بسكون الضاد، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. علاقة النميمة بالسحر، قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد رحمه الله تعالى، قال أبو الخطاب: علاقة النميمة بالسحر ووجه الشبه بينهما أن النمام يستخدم المكر والكلام الذي فيه الشر بين الناس ليوقع العداوة، وهكذا الساحر يستخدم سحره ليوقع العداوة، فكانت هذه هي العلاقة. لكن النمام ما مشرك، ما كافر في الحكم الشرعي، النمام ما كافر بخلاف شنو الساحر. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، يعني في بيان، في فصاحة وكلام زي السحر، أو سحر بمعنى أنه يؤثر تأثيرا خفيا في النفوس حتى يظهر تأثيره للناس. زول تلقاه يتكلم كلام يؤثر، وهذا الكلام والبيان الذي هو من السحر على قسمين: قسم مذموم وقسم محمود. المذموم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: هو الذي فيه الإطالة والإسهاب، وفيه استخدام الألفاظ التي تدعم الباطل وتعضده وتبطل الحق، ده من السحر. استخدام لك أبيات مؤثرة، تلقى الواحد يرقص، تلقاه يرقص في يقول لك مدحة ويرقص فيها، وما جايب لا خبر. بوريك طبك، أحسن في من عاداك ومن يحبك، اذكر إلهك يود. أيوة، حد هنا تلقاه كلام اذكر إلهك يود، يعني دائما بلهجتهم يعني وبلغتهم كلام، الحد هنا تشوفه سمح. بعد شوية: أخشى الذي يعلم سرك وجهرك، سرك وجهرك كالأولي السادة، حال يسرك. لما تجي تفكر في الكلام ده بتلقى فيه الشر، ويضعون السم في وسط الدسم. شكر لك الخال والعم، وتصبر على الزول اللي بعاديك، وأحسن في من عاداك، تكيف تلقاه ويرقص. لكن لو فكر في الكلام: إن من البيان لسحرا، اخشى الذي يعلم، او اخشى الذي يعلم
سرك وجهرك كالأولياء السادة حال يسرك. الأولياء بيعلموا السر والجهر ولا بيعلموا شنو؟ الجهر الظاهر بس، لكن دي عقيدة عند الصوفية. برع يتكلم بها، قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. دي عقيدة راسخة عندهم إنه الشيخ يعلم السر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس في البخاري ومسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي إلا بحقها بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. أنا علي بالظاهر بس. وأسامة رضي الله عنه لما ضرب الرجل وهو يقول لا إله إلا الله في المعركة، كان كافر بعد قال لا إله إلا الله وضربه أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا ليتقي بها السيف. قال هلا شققت عن صدري؟ أنت بتعلم شنو الفي صدره كذا وكذا. ما ممكن نذكر المسائل دي بس دقيقة واحد واحد. الناس ما تتضايق. قال فيه مسائل، الأولى الناس ما تتضايق، في صحيح البخاري ومسلم من رواية ابن عباس كان يؤخر العشاء صلى الله عليه وسلم. بس دي مسائل نختصرة ذاتها. قال الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت يعني من السحر. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. العيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض أو الرمل، والطيرة التشاؤم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. فقلنا السحر من البيان بعضه مذموم كالذي يستخدم ويطال فيه ويسهب فيه ولنشر الباطل ولتحقيق الباطل ولتأصيله ولإحقاق هذا الباطل، هذا من السحر من البيان الذي ومن السحر المذموم. أما الذي لنصرة الحق البيان والفصاحة هذه من المحمودة. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا.